غادي جميع الادويه اللي هي جميع الادويه المستعجله راه غتوصلوا لي ان شاء الله في اقرب وقت ان شاء الله. باقي الحاله الاخرى واش كتشوفوا هذه الحاله مستعجله؟ شوف الدكتور هذه الحاله هذه مستعجله كتشوف ما عنده. الو نعم سيدي. نعم سيدي نقابه الصيدله. بارك الله فيك بارك الله فيك. تفضل تفضل بارك الله فيك. الله يبارك فيك. لأول مرة على المستوى الوطني هناك إجماع من طرف التمثيليات النقابية على خوض هذا الإضراب. الصيادين عندهم ملف مطلبي للأسف الشديد مرتبط بمجموعة من القطاعات الوزارية، ماشي بوزارة الصحة لوحدها بل وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، وزارة العدل، والوزارة المكلفة بالميزانية، وحتى وزارة الفلاحة والصيد البحري. علاش؟ لأنه إلا كان وزير الصحة باغي يفتح حوار مرتبط بمرسوم تخفيض أثمنة الدواء أو تحديد أثمنة الدواء، فحنا عندنا مطالب أخرى، لأنه كما كيقولوا البيع الحصري لبعض المواد لم يعد من اختصاص الصيادلة. نذكروا على سبيل المثال لي ديسبوزيتيف ميديكو، لي برودوي ستيريل، لي برودوي فيتيرينير، وحتى هاد كل ما يتعلق بوزارة العدل ايضا فيما يتعلق ب كما كيقولوا مازال مسميه الادويه السامه. اذا حنا خصنا تفتح حوار مع رئاسه الحكومه باش يكون هناك واحد تجاوب شمولي مع المطالب ديال الصيادله. طبعا كنطالبوا بالجهويه، لانه لا يعقل انه الصيدلي من الصحراء او من الصحراء المغربيه من الجنوب يجي حتى للدار البيضاء باش ياخذ الاوراق ديالو او يقضي اي مصلحه. كذلك الصيدلي من طنجه خصو ايضا يمشي للرباط باش ياخذ اي وثيقه. لذلك ففي اطار التوجه ديال الدوله ديال الجهويه نطالب بهاد الجهويه وتكون 12 ديال الهيئات على المستوى كل 12 على مستوى المملكه المغربيه. هذا من جهه. كذلك احنا كنطالبوا بالحق انه يكون يمكننا استبدال الدواء، لانه غادي يكون هدف في صالح المواطن استبدال دواء يعني كيكون غالي الثمن بواحد الدواء جنيس اللي هو ارخص، وهذا السياده غادي يكون له تاثير لا على الصناديق ولا على جيوب المواطنين. احنا إذا كانت الدولة كتبحث على التوازنات المالية ديال الصناديق فلا يمكن أن تبحث عن ذلك من خلال الحيط القصير اللي هو الصيدلي. فنحن كنعطيو الحلول للدولة، كنقولوا إذا بغيتوا يكون هناك توازن ديال الصناديق، أولا كاينة أدوية اللي هي غالية الثمن، غالية الثمن كتقدر توصل حتى 9 المليون و4 المليون. هذه الأدوية الصيدلي يلاه كياخذ. أنا كنتسائل الدواء اللي الثمن ديالو 9 المليون كياخذ فيه الصيدلي كهامش ربح 400 ديال الدرهم جوزافي، كنتسائل فين مشات، فين مشى الباقي. لذلك كنطالبوا ان هذه الادويه يتم التخفيض ديالها، وعلى علم ان التكلفه اكبر ما يكلف المصاريف، الاكبر المصاريف 33% من الادويه كتكلفها اولا المواد المتعلقه بالدياليز، ثانيا هذه المواد كما قلت المواد ديال السرطان اللي كتكون مكلفه من حيث الثمن. اذا كنقولوا هبطوا من الثمن ديال الادويه من جهه، حيدوا التيفيا على على الدواء، لانه الدوله الوحيده في العالم اللي عندها التيفيا ديال 7%. فرنسا اللي كتقارنونا بها عندها يلاه 2% بالنسبه للتيفيا على على الضريبه على القيمه المضافه بالنسبه للدواء، وكذلك انه يسمحوا للصيدلي باش يعطي الدواء الجنيس كما قلت باش يستفد المواطنين. طبعا المطالب متعدده والمحطه اليوم محطه ناجحه، وان شاء الله سوف تكون محطات اخرى من اجل ان نحقق المطالب المشروعه.
اليوم كان إضراب وطني على الصعيد المغرب، جميع الصيدليات المغرب كانت شادة، وحنا كنتأسفوا المواطنين لأنني كوني حنايا مواطنين أنهم هذا النهار إلا كان عندهم شي صعوبة باش يأخذوا الدواء ديالهم، ولكن الحمد لله أني قامت بالواجب ديالها على رئيسها الدكتور زروق هنا بمدينة طنجة، بحيث أن في النقابة كانت واحد الخلية المداومة 24 ساعة، بحيث أنها تنسق مع السلطات المحلية والمستشفيات العمومية والخاصة، بحيث أنهم يزودوا المواطنين اللي هما في حالة استعجالية بالدواء اللي كيحتاجوه. اليوم جميع الصيادلات مدينة طنجة ونواحيها قاموا بإضراب احتجاجا على بعض المطالب مشروعة لهذه مدة وحنا كنطالبوا بها، ومع الأسف ما لقيناش اللي تحاور معنا ولا يتجاوب معنا، يعني كانت هناك أذن صماء ديال الوزارة، ولهذا ارتئينا أن نديروا إضراب كوسيلة ديال الاحتجاج. وهاد المطالب بصفة عامة يعني مطالب اللي ما غتكلف الدولة حتى شي درهم، مطالب مشروعة وبالعكس غتسهل حق الولوج المواطن الأدوية، وفي نفس الوقت هي يعني ماشية في سياق المشروع ديال تعميم التغطية الصحية في بلادنا، مشروع اللي بداه وترأسه صاحب الجلالة، وحنا دائما كنا وما زلنا في خدمة المواطن، وفي الهدف الأساسي من الصيدلاني هو خدمة المواطن وتسهيل الولوج للدواء. الحمد لله الإضراب كان إضراب ناجح، وبغيت نشير واحد النقطة هو أن التقرير الأخير اللي جاب به المجلس على الحسابات بأرقام مغلوطة كانت النقطة اللي أفادت الكأس وجعلت أن جميع التمثيليات النقابية في بلادنا استدعت هذا الإضراب، وإن شاء الله نتمنى أن تكون هناك تجاوب ديال وزارة الصحة، وفي حالة عدم التجاوب التمثيليات النقابية تحتفظ بحقها في خوض الأمور التصعيدية حتى نيل إن شاء الله المطالب. شكرا جزيلا. شوف لا أستاف سانسون أو ديرو ستوب. ألو نعم سيدي. نعم سيدي نقابة الصيادلة. بارك الله فيك. الله يبارك فيك.